اللهم بارك الاخوان بالنسبه للشيخ الفيشر اللهم بارك كما كتشوفوا معنا هنا قياسه شنيبرات ديال الفيشر اللوينات اللهم بارك كما كتشوفوا قياسه المستوى بالنسبه لهاد السلعه خايفه هي هادو من هاد الجهه هادو كبار هادو ياك على الوليدات كلشي واش ناضر بالنسبه للثمن شحال كتقول 150 درهم 150 درهم على الاخوان قياسه الله يبارك لك السلعه عليكم انا بالنسبه للتليفون ديالك سعيد 06 67 19 92 83 الله يسر لك الامور هذا سعيد مرحبا كما شفتوا الاخوان اللوينات اللهم بارك بالنسبه لنا الاخوان عشاق كفاره ديال الاوبسيت كما تشوفوا السلعه ديال خونا رشيد اللهم بارك بالنسبه للسلعه هنا رشيد اخويا شنو عندك هنا كاين الالبي جوج كره ديال بورتور البينو اللهم بارك بالنسبه للثمن 150 درهم بالنسبه للالبينو 200 درهم وبالنسبه لك القياسه الاخرى ديال 130 درهم بالنسبه للاخوان كما كتشوفوا وبالنسبه هنا اللوتينو هادو انت واش كاملين بالنسبه هادو اللوتينو شحال كتقول 150 وبالنسبه للاخرين واش الحبشي هادو حتى هما 150 اللهم بارك فيك حتى راه واجدين فيه واحد اللي خطو الله يستر الامور بالنسبه للسي رشيد كما شفتو السلعه ديالو كتصور عليه بالنسبه للتليفون رشيد 06 95 55 72 الله يستر لك الامور انا الاخوه اللهم بارك كما كتشوفوا معنا حنا كنتواجدوا هنا في السوق مع الشباب ديال السوق احد الباعة الصغار ديال السوق هنا طول السي رشيد الله يبارك بالنسبه شي تحيه ولو الاخوه الاصدقاء ديالك عيش يا درويش عيش يا درويش تحياتي وبالنسبه للسلعه اللي عندك اليوم شنو هي يلا في كالوبسيت انا الاخوان بالنسبه لي كالوبسيت كاين واحد الثلاثه ديال الحبشي الحبشي هي 100 درهم 100 درهم وبالنسبه للوتينو كلشي 100 درهم ياك اللهم بارك ما شاء الله يكون الساعة اللهم الثمن راه في المتناول الاخوان بالنسبة للبيروش هنا بالنسبة للهوكو 60 درهم وبالنسبة لذاك ديال الريمبو الريمبو كيقول لي 100 درهم 100 درهم بالنسبة للعادي شحال هادي في الديرو 70 درهم 40 درهم في العادي الاخوان كيما شفتوا القياسه اللهم بارك الله يسر الامور لا شي حاجه غير توصل 40 درهم المهم الثمن العادي بالنسبه لنا كيبان لي انا شي فريخات ديال الدريساج خلينا نشوفوا السلعه الاخوان اللهم بارك الاخوان كيما كنشوفوا الناس اللي كتعشق الدريساج بالنسبه لنا الثمن 120 درهم على الاخوان هادو القياسه الكالوبسي الناس اللي كتسولني على الدريساج الله يسر الامور بالنسبه للكنار كوبر هنا شحال دايره هادي 400 درهم 400 درهم مزيف اللهم مزيف وبالنسبه لهاد الحميمات هادو هادو ما كاينش مولاهم المهم يتولعوا معنا الاخوان هنا اللهم بارك على السلعه هنا راه عطينا التليفون ديالك انت بعدا راه 06 57 77 85 84 الله يسر الامور خير رشيد حنا ندخلو معاك واحد اللقطه فكاهيه اليوم في السوق مع الاخ منا بالنسبه لبيمو ياك بيمو الجمله ها هو الاخوان الباترون ديال الشركه ديال بيمو هو اللي ما في السوق عندنا هنا الاخوان اللي بغا يبسط معنا شحال الباكيه درهم الكرتونه الله الاخوان خالي الله الله يسر الله حنا كنبسطو مع الاخوان هنا تحياتي لك وعيش يا درويش هكاك انا ومن بعد ما بسطنا مع الشباب ديال السوق حنا الاخوان توجهوا لخونا مجيد هنا اللهم بارك المعروف انتم اخ مجيد تحياتي لك الله يكبر بك تحياتي هذا هو الشعار ديالنا في السوق هنا اللهم بارك بالنسبه للسلعه اللي عندكم الموزايك زون انت واش كاملين بالنسبه للاثمنه 150 درهم الاخوان قياسات راه نعم قياسات واجين ديال لك نعم قياسات الاظين اللهم بارك السلعه راه كدوي على راسها تجوج بالنسبه واللي خصو بالنسبه اللي ذاك صفار العشيشات قياسات هذه ديجا مستعملين موجوده كلشي الرخاء والرباخه بالنسبه للاثمنه راه كما سمعتوا في الخاصه تسمعوها وبالنسبه للثمن ديال الكيوات راه 150 بالنسبه للتليفون اخي 06 75 05 11 05 تحياتي لك اودي اخي مرحبا وبالنسبه مره اخرى بالنسبه لعشاق الفيشر اللهم بارك مع السجان الاخ عبد الرحيم كما كتشوفوا السلعه ديالنا اللهم بارك بالنسبه لهذو اخي عبد الرحيم كبر هذو هذو شنو برات بالنسبه للثمن 100 درهم الواحد وبالنسبه لهذه هنا هذه كوبلا شحال الثمن 600 شحال 1600 كما سمعتوا الاخوان اللهم بارك الا خصك هذا راه يتواصل مع السي عبد الرحيم على الخاص خلينا التليفون ديالك النمره ديال الواتساب 086 60 65 11 هذه النمره ديال الواتساب اللي بغا يتواصل مع السي عبد الرحيم في الواتساب الله يسر لك الامور تحياتي لك خويا عبد الرحيم انا وبالنسبه للاخوان كما كتشوفوا حنا موجهين في سوق مع الشباب ديال سوق لحد اكادير
رفقات الاخ ابو بكر مرويض الطائر ديال كوكتيل اللهم بارك. وبالنسبه للشباب كما شفتوا بياسات دريسي الله يسر لي العمر. بالنسبه للبياسه ديال البينو دريساج بالنسبه للثمن شحال؟ 400 درهم كيقول فيها الاخ ابو بكر. بالنسبه ابو بكر هو اللي مكان اخرى ديما معنا ديما جيما الدراري ديما هو الله يخليكم شي سلعه اخرى الله يحفظك ديديكاس الاخوان ويحشاش كاع الدراري ديال كاع ديالهم هي في مكانهم تحياتي لكم جميعا. بالنسبة للسلعة هنا اخوان كما شفتوا السلعة ديال بو بكر بالنسبة للأثمنة اللي هنا صورة ب 300 درهم ماشي قالت لك ماشي مشكل والله عطاتك على بدأنيتك صورة ب 300 درهم غير متعاونين اللي معاهم ما كاين والو عيشة درويش الله يكبر فيك. بالنسبة للأثمنة اللي كان هنا ولا هاجو ثمنهم في فافور شحال؟ 250 هادو 250 كتقول كما سمعتوا اللهم بارك بالنسبة للبيت المدرسين هادو 250 درهم كما شفتوا. بالنسبة للبياسات المدرسين هنا وهذه انت هما اللي كنا بحال بحال كلشي بحال بحال هذه شحال؟ هذوك فوق 250 الاخوان كما سمعتوا هذه 120 اللي خصو شي هضره يتواصل معاك على خلينا التليفون 0619 43 24 الله يسلمك. ابوني الدراري ابوني الفيديو راه بيطلع مزيان الدراري الفيديو هذا الاخوة اللهم بارك. بالنسبة للعشاق كوبل ديال الليمونينا اللهم كيما كتشوف اللهم بارك. بالنسبة لهادي زويجة ديالها كوبل بلادين ديالها كيما كتسمعو كوبل بلادين مولينا من راس هادي مولينا تيركوز ولا جرين شيك ياك اللهم بارك. بالنسبة كيما شفتو قياسة المستوى بالنسبة للثمن شحال كتقول فيها؟ 2500 درهم الاخوان قياسة راه ناضية الله يسلمكم والله شي حاجة. وبالنسبة لهادي بيروش هادي عندك هنا انتوا انجليزي هذيك بالنسبه للثمن هذيك 70 درهم 70 درهم. وبالنسبه لهذا البينو 50 درهم. وبالنسبه لك الريمبو 60 درهم. وبالنسبه للنورمال 50 درهم اللهم بارك فيما سمعت الاخوان الاثمنه. وبالنسبه كيما قلت لك خصها شي حاجه بالنسبه للمولين يتواصل معاه. بالنسبه للهاتف ديال 06 46 66 18 دوبل زيرو الله يسر الامور. انا اللهم بارك. بالنسبه للاخوان عشاق طفر ديال الروز كما كتشوفوا معنا هنا بياسات اللهم بارك. بالنسبه كما كتشوفوا هنا اللوتينو عين حمر اللهم بارك. بالنسبه لبياسات اوبالين بالنسبه لهذا بياسه شحال كتقول يا محمد؟ 170 درهم هذوك بياسات كبار ياك هو الجين ديال الخدمه عام شحال؟ عام اللي عندهم كما سمعتوا. بالنسبه لبياسات ديال الخدمه اللهم بارك. وبالنسبه بالي راه بياسه ديال كومبلات كاكاريكا ياك كوبل هنا ديال الكاكاريكا الاخوان كما كنشوفو المستوى ديالها اللهم بارك. الثمن ديالها شحال؟ 150 درهم اللهم بارك. وبالنسبة للعشاق التفارق ديال الزيبرا عندهم الاخوان اللوينات اللهم بارك. بالنسبة للزيبرا هنا شحال؟ 29 درهم كما كتشوفو اللوينات اللهم بارك الله يسر الامور لا تسجل عليها الاخرين. وانا محمد بالنسبة للتليفون ديالك محمد 0645 82 08 95 الله يسر الامور تحياتي. انا اخوان بالنسبه لهذا خونا جواد اللهم بارك خويا جواد اللهم بارك. السلعه اللي كاينه خاي جواد هذا خويا الصافا كيطلع كثر ديال البينو كبير كثر ديال البينو كبير اللهم بارك. 150 درهم 150 هذا اللهم لي واش ما يمشيش غادي يغلص معايا نصدقو 150 ايوا بالنسبه له جوج شنابر ديال البرونز فالاو هذا برونز فالاو الشنابر هذا برونز فالاو بالنسبه للطفار 1400 شحال دايرين هادو 1400 درهم 1400 درهم بالنسبه لهذا البرونز فالاو اللهم بارك. وبالنسبه لهذا هذا الكيس هذا اللوتينو هذا 150 درهم وبالنسبه له فاس بلون 170 150 بالنسبه للفاس بلون هنا فاس بلون 300 درهم الا ماهم جوج كوبل ياك بالنسبه للتكر هو اللوتينو لا ولا تكر فاس بلون. وبالنسبه انت هو اللوتينو اخوان كيما شفنا اللهم بارك. بالنسبه لنا بالنسبه لنا لي كلوستر الناس كتسوق على كلوستر هذه كوبل ياك 350 درهم الكوبل هنا اللهم بارك. وبالنسبه لها التزويجه هذه تنار صفراء هادو 200 درهم جوج بياسه ترافو الجيم كيما كتشوف راه كيعمروا العيش وبالنسبه للشريطنات هنا اللهم بارك. بالنسبه لهذا الشريط هذا 200 درهم اللهم بارك. وبالنسبه للاخر هنا هذا حتى هو 200 هذا 200 درهم هذا بالنسبه له باقي خلاوه ياك جداد هذا بالنسبه لنا انت وهذه ياك الثمن ديال هذه كنقولوا 100 درهم 100 درهم هذه اللهم بارك كما كتشوفوا. بالنسبه لهذه هنا هذه حتى هي 100 درهم هذه حتى هي 100 درهم بالنسبه لهذه ماشي محمرين في لاكا خلاوه هذا
بالنسبه لدينا هذيك قرعه درهم الله مبارك الاخوان كما شفتوا. وبالنسبه لي بغيت نتواصل مع اخونا جواد، التليفون ديالك جواد 06 00 09 82. الله يسر لك اللهم خير جواد. انا الاخوه اللهم بارك بالنسبه لعشاق الحمام الزاجل كما كتشوفوا معنا اليوم، حنا كنتواجدوا في السوق الحمام عند الاخوان هنا اللهم بارك. اشنو هذاك ديكور؟ هذا كيكو هذا. لا احنا دابا السميه عنوان هذا ما الحمام راه تعطيني سميتها حتى ندخل معك في التفاصيل. الله يخليك السي شاهين، واش حنا دابا هنا كوام زعما كاع؟ الحمام الزاجي هو راه بصفة عامة الحمام. ما دابا عاد قول لي دابا انت السمية ديالها، يلاه زيد عندي قدم راسك. زيد اودي السي شاهين، انت الأول السمية. هذا سميتو؟ هذا الكينغ، اللهم هذا تكير ولا انت هو؟ هذا تكير كما سمعت الإخوان اللهم بارك. وبالنسبة للكوبلة الكناريو؟ ثمن 300 درهم. وبالنسبة لهذا الكينغ اللي قلتي؟ ثمن أنور 400 درهم اللهم بارك كما سمعت الاخوان، بياسه في المستوى. وبالنسبه للكوبله ديال الكناريو راه كيقول الاخ شاهين 300 درهم. وبالنسبه خليها التليفون ديال 06 88 47 36 22. اللهم بارك. وبالنسبه اللي بغيت يتواصل معك اخويا على حساب التكير هذا نفس النمره ياك؟ الله يسر لهم كما سمعت الاخوان، راه النمره عند شاهين اللي بغى يتواصل معك الله يسر لهم. وبالنسبه للاخوان اللي كيسولوا على البط العشاق الاولى ديال البط اللهم بارك كما كنشوفوا هنا، واحد الكوبله هنا ديال البط اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديالها اش غتقول هنا؟ 250 درهم الاخوان كما شفتوا هنا، انت ورا من اللي التكير هو هذا اللي من هنايا تبارك الله اللهم بارك. صافي بالنسبه خلينا التليفون ديالك 07 77 37 04 80. الله يسر لك الامور اللي بغى راه يتواصل معك على الخاص. ومرة أخرى أنا بالنسبة للحمام عشاق الحمام اللهم بارك في كرة زينة. بالنسبة للقياسة كما كتشوفوا اللهم بارك. بالنسبة لسي محمد هذا راسي كاين هنا؟ البولو هادو البولو كاملين هادو ياك؟ هادو البولوات كاملين اللهم هادو الكرة كاملين ياك؟ لا لا جوج كرة. وأنت بالنسبة للأثمنة هنا شحال واصلة؟ 250 درهم في هذه الكوبلة الإخوان كما شفتوا هنا اللهم بارك قياسة المستوى الله يبارك. وبالنسبة لهذا كما قلتي هذا 150 درهم تمن البيض الله يبارك. وبالنسبة للقياسة اللي هنا هذه 250 من راسها حتى هي البولو حتى هما بولو اللهم بارك. وبالنسبة للتوصية هذه كيف كتشوف؟ تكير 100 درهم كما سمعت الإخوان اللهم بارك. حميمات في المستوى واللي خصك هذا راه يتواصل مع خونا محمد. بالنسبة للهاتف ديالك تليفون 06 62 27 27 94. الله يسر لك الامور تحياتي. وانا بالنسبه لعشاق الكناريوس اللهم بارك كما كتشوفوا البياسه هنا. بالنسبه لهاد البياسه انت واديه كاين هذا الثمن ديالو 200 درهم الاخوان بالنسبه للثمن هذا الخير هذا. وبالنسبه للحلمات الاخرين اللي كاينين هنا هادو كوبلات هادو زويج هادو هادو زوج كوره هادو فواياجور ياك؟ لا لا خينيسي انت الاخوان باش الاخوان يعرفوا اللي راه في عندك انا زوج كوره ديال الخينيسي. بالنسبه للثمن شحال كتقول؟ 200 درهم البياسه الاخوان البياسه كي دايرين. وبالنسبه لهادي هنا كوبلة تاع خينيسي الثمن ديالها قلتي؟ 1000 نفس الثمن الاخوان 200 درهم البياسه. وبالنسبه لهادو اللي هنا هادو كناريو الشنيبرات ديال الكناريو الاخوان اللي كتسول على الشنابر بالنسبه للثمن شحال؟ 100 درهم الحبه هنا الله يسر الامور. بالنسبه اللي بغى شي حاجه يتواصل معك في التليفون 07 18 67 07 32. الله يسر الامور باش يقدر يتواصل معك. ما نساوش اخواننا هنا بس الناس اللي كتسول على الاسماك ديال الاحوال اللهم بارك اسماك الزينه اللهم بارك كما كتشوفوا البياسات هنا المستوى ديالهم اللوينات اللهم بارك. بالنسبه هنا الصراحه النوع ديال الحوت اللي كاين كان في هذا الاكواريوم الباربيس والجيبي والمولي اللهم ديك البياسه الكحله هي المولي. عندما الاخوان تشوفوا البياسه كي دايره اللهم بارك ديك البياسه ميدا المولي اللهم بارك. بالنسبه للثمن 8 درهم 4 4 5 درهم
ولقيت بيت هذا الدراما الاخوان كيما شي الناس اللي كتسول واللي خصو شي حاجه راه كاين ناس اخرى في المحل ياك اللهم بارك الناس ديال اسماء اخرين وعندو اشكال اخرين. وبالنسبه للتليفون ديالك اللي باش حاجه 046 99 85 30. الله يسر لك الامور لحياتي. وكذلك ما نساوش الاخوان الناس اللي كتسول على خل التفاح اللهم بارك كما كتشوفوا السنه اللي كاين هنا خونا الحسن اللهم بارك. بالنسبه للخل انتم كاين القريعات الصغار اللهم بارك الرابعه والسيترو وكاين الايترو حتى هو. بالنسبه للفوائد ديال خل التفاح راه معروفين ديجا تحدنا يوم مراره كرارا اللهم بارك. بالنسبه للانواع ديال الخل اللي عندك انا السي الحسن كاين الخل التفاح العادي الزعتر وكيف ديال الكركدي وبالبابونج. انتم اللي خاصكم تعرفوا الانواع اللي كاينين. المهم كما قلت لكم من الصغيره حتى الليترو ياك. بالنسبه للاثمنه الاثمنه كما العاده ما كاين حتى شي تغيير 10 دراهم من الصغيره بالنسبه للربعه 15 25 وليترو 45 اللهم بارك. واللي خصو شي حاجه الهاتف كما العاده خويا حسن 07 01 116 116. الله يسر الامور كما سمعتوا الهاتف الله يسر لكم الامور. تحيه دي خويا حسين الله يبارك فيك. وبالنسبه للعشاق كالوبسي كما كتشوفوا الاخوه اليوم كما قلت لكم السلعه موجوده في السوق بالنسبه لكالوبسي جميع انواع الطيور الحمد لله اليوم الخير كاين اللهم بارك. وبالنسبه هنا كما كتشوفوا شي السلعه هنا ديال اللوتينو بالنسبه لايزابيل. بالنسبه للاثمنه هنا شحال عندك؟ انا الاثمنه هذاك ديال دريسي هذا مدريسي هذا بياسه ديال دريسي الاخرى ديال فاس بلون دريسي بالنسبه شحال كتقول فيه؟ 200 درهم. وبالنسبه لهاد الاخرين هادو حتى هما ديال لوتينو هذا الاخر يلاه بدا الدريساج هذا يلاه بدا في الدريساج لوتينو. بالنسبه لوتينو بالنسبه شحال حتى هو 150 درهم. وبالنسبه للاخرين هادو انت وهاد هادو الايزابيل هادو ياك 1180 درهم الاخوان كما سمعتوا. بالنسبه اللي خصو شي حاجه يتواصل مع الاخ مع الخاص قبل التليفون 07 07 07 71 81 43 43. الله يسر الامور عيشه درويش امين. انا الاخوان بالنسبه للناس كسول العشيشات ديال المقنين ها هما الاخوان السلعه راه متوفره الان عند اخ احمد هنا اللهم بارك كما شفتوا الناس سولونا ديجا عليهم ها هما الثمن راه مناسب. الثمن السي احمد ديال هاد العشيشات 23 درهم كما سمعنا خونا احمد اللهم بارك اللي خصو عندهم راه السلعه دخلت عنده فعلا عندهم كما الصوره كتاكد لهم كل شيء الله يسر لك الامور. وبالنسبه اي حاجه خصكم هنا كما شفتوا من الحبوب ليزاكسسوار اي حاجه لي بكاج اللهم بارك كل شيء موجود ادويه كذلك عند السي احمد خونا احمد هنا اللهم بارك الشرابات كل حاجه الحجم ديالها والثمن ديالها والله يسر الامور اللي تصحيح راه غادي تواصل مع السي احمد على الخاص. بالنسبه للتليفون ديالك اخي احمد 06 06 62 88 22 93 93 93 93 93 93 93 93 93. الله يسر لك الامور. وكما كتشوفوا معنا هنا الاخوان اللهم بارك بالنسبه لنا كتسول على الفرات ديال فاس روز هذا ما كناش هنا شي شنيبرات اللهم بارك اللوينات ديالهم والمستوى ديالهم كذلك. بالنسبه للثمن هنا شحال خالد؟ 130 درهم 150 الطناشي 150 انتم كما سمعتوا الاخوان بالنسبه لهم في فريخات ديال فاس روز اللهم بارك. وبالنسبه للكالوبسيت 150 درهم كلشي بحال 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 لاتينو بحال ليزابي الحبشي اللهم بارك. وبالنسبه لي هناك واحد جوج بياسات ديال 100 درهم هذوك البياسه ولا بجوج؟ البياسه هانوما الاخوان بالنسبه لهذوك المونو بيضين هذو ياك اللهم بارك كما شفتوا 100 درهم الحبه الله يسر الامور في حاجه. وبالنسبه للمونضالا 25 درهم الاخوان. وبالنسبه للهوغو 70 درهم والعادي 50 اللهم بارك كما شفتوا هنا. ولا حتى جاي يتواصل مع خونا خالد الله يسر الله بالنسبه كما شفتوا هنا الكالوبسي كذلك نفس الثمن هذو بالنسبه للثمن حتى هما 100 درهم ها 100 درهم هذو 100 درهم اللهم بارك. بالنسبه للتليفون ديالك اخي خالد 06 06 10 10 22 66 156 150 150 الله يسر لك الامور. انا بالنسبه للعشاق الدريساج اللهم بارك كما كتشوفوا هنا البياسات بالنسبه اللي راس لي عندك هنا هادو هذا فاس بلون ياك هذا فاس بلون عادي فاس بلون عادي اللهم وهذا ايزابيل هذا الايزابيل اللهم بارك فاس بلون. بالنسبه للدريساج هذا العمر ديالهم تقريبا يكون شي 20 يوم لا اكثر اكثر جايين الشهر هذا جايين الشهر اللهم هذا سيمانه السورانغ السورانغ هنا سيمانه انتم الاخوان كيما شفتوا اللهم بارك انتم شبعان اصلا كنتو معادي مزيان مزيان كاين شدو باينه العالم ديالنا. بالنسبه للثمن
الثمن كنقولوا فيهم 100 درهم 100 درهم لا غلا الثمن راه في المتناول تعاونوا مع المواليع الله يسر لك راه خلينا التليفون ديالك طيب وهادو هادو على فكره بعدا اخويا مصطفى هادو فيهم الباك الباك هادو فيهم لادريسه ديالي لادريسه ديالي غير راك عارف راه مصطفى التليفون فيهم تليفون فيهم تليفون لادريسه ديالي في الناس بعثوا كلشي موجود على المربط ديالي السميه بالتليفون خميس اي تعميره خميس اي تعميره اللهم بارك تحياتي للناس ديال خميس الله يحفظك تحيه خويا جلال عندي شي شنابر ديال الفيشار والروز يعني فايت سلعات اخرين المهم في الدار وكاين انت شي حاجه اللوتينو اللي بغا واحد يشري اربعه انتم كاين الناس بعثوا الاخوان السياره اللي بغا شي حاجه راه يتواصل خلينا التليفون ديالك بالنسبه للتليفون 06 68 76 52 80 الله يسلمك كاين واحد العش ديال الفاس بلون فيه ثلاثه الحبات ديال الفاس بلون بالنسبه للاخبار اللي كيسوا على شي حاجه ديال الله راس راه كاينه تكون هنا الله يسلمك تواصلوا معاه الله خلاص وتحياتي لك شكرا انا كما العاده الاخوان اذا نذكركم دائما بالصناعه ديال الاقفاص هنا عند خونا بدر هنا كما شفتوا الناس ديال بيدرا واحد تحيه لخونا بدر من الناس ديال بيدرا تحياتي لخويا بدر الله يكبر بيك ها انتم بالنسبه للفوزه اللي كما كتشوفوا سيباراسيون صانع محلي ها انتم كما كتشوفوا الخوت هذا راه سيباري والخدمه راه مفينيه بالنسبه للثمن ديالو كما العاده 100 درهم ها انتم بالنسبه ديال الوكالات ها انتم كما كتشوفوا روسو الله يبارك بالنسبه للخدمه راه متقونه هذا كبير هذا الكبير هذا ياسر اللهم بارك بالنسبه للحجم الكبير انتم كما كتشوفوا هذا 130 درهم وبالنسبه لهاد الاخرين هادو هنا هذا 100 درهم كما كتشوف اللهم بارك باب تا هو الرسول ياك تبارك الله في الديمه الحقيقيه فينيه بالنسبه للسيباري ديجا هضرنا عليه الاخر هنا نفس الثمن ياك 15 هادو 75 الرسول تاعي ديال بونجور بالنسبه كما تشوفوا 75 درهم وبالنسبه لهادو هادو 40 درهم والصغار بحال بحال هادو 40 درهم كما شفتوا ناس ديكور ناس الخدمه اللهم بارك اللي خصو شي حاجه راه غادي يتواصل معاهم بالنسبه لهاد القفزه دابا صندوق ابو لوكاز ياك هذاك 12 هو صندوق هو الصندوقه ديالو 60 درهم وبالنسبه للاخر هنا فيه 50 درهم من البياسه بيروش من شي وتوجهات اللهم بارك اللهم يا خصهم الكره وبالنسبه للبياسه ديال كالوبسيت ذكروا لا 80 درهم حبشي اللهم بارك كما شفتوا وبالنسبه للقفز حتى هو واو الصندوق 70 درهم كما شفتوا هنا الاخوان بالنسبه لك كتصور على لي بونو كاز ديال السلعه نقيه اللهم بارك واش تلقاني كما العاده خونا الهاتف تليفون 06 82 82 45 48 38 وعيشه درويش ونسمع هنا الاخوان عشاق طفره ديال الكل ها انتم اللهم بارك كما كتشوفوا هذه زويجه هنايا ديال الكل هذه زويجه بالفراخ اللهم بارك بالنسبه للزويجه شحال الثمن 500 درهم بالنسبه للشنيبره شحال كتقول فيهم 150 درهم من البياسه الاخوان كما شفتوا هنا وبالنسبه للمونو كما شفتوا بالنسبه للمونو شحال دايرين 80 درهم 80 درهم الكوبرا الاخوان كما شفتوا هنا وبالنسبه للناس اللي بغات عشاق انا طائر قول خلينا الهاتف ديال التليفون 76 12 79 72 الله يسر اللهم تحياتي انا اخوان عشاق طائر المقلين اللهم بارك كما كتشوفوا معنا بياسة انا خونا مكناسي اللهم بارك بياسة طويرة قدام كما كتشوفوا هنا يوم زورة وقارع كما كتشوفوا اللهم بارك وفيهم ولاد عشاش تا هما كما كتشوفوا الطيورة مباغي كلشي مباغي اللهم بارك يعني كتشوفوا في المستوى انتم كما كتشوفوا نفسو شي حاجة راه يتواصلوا مع خونا مكناسي على الخاص بالنسبة للطويرة تا هما انتم كما كتشوفوا نصر لكم الصورة اللي كاينة بالنسبة للطويرة اللي عنده الله يبارك هانتوما كيما كتشوفو الصويرة التالتي اللهم بارك السلعة الله يسر الأمور كيما شفتو هنا بالنسبة اللي خصو شي حاجة في المقنين اللهم بارك كيما شفتو الطوير ديال خونا مكناسي تطوير اخر هو هنا اللهم بارك كما شفتوا هذا جدير ياك ولا قرع محمر هذا جدار اللهم بارك ايزابيل اللهم بارك تطوير
لا خصوش هذا كما العادة لا خاص 06 39 28 58 70 الله يسرك تحياتي خويا.